اهلا بيكم في قناة الابيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن توقعين مهمين جدا للفلكيتين او المتوقعتين بترا بدر ووداد جابر، واهم ما تحقق من توقعاتهم اليوم. وقبل ما نبدأ في حلقتنا ياريت تروح تعمل لايك للفيديو وتوصله لأكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل المتابعين وكل المهتمين بالتوقعات، وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل إشعارات بفيديوهاتنا الجديدة أول بأول. ودلوقتي هعرض عليكم مجموعة من أهم وأخطر توقعات لبنان في المرحلة المقبلة، توقعات الفلكية اللبنانية وداد جابر، توقعات جديدة وخطيرة هتعرفوها لأول مرة. مرحبا متابعيني الكرام، حبيت أحكي عن جيش كان توقع عن لبنان، فحنحكي شوي عن شو بده يصير بعد استقالة سعد الحريري. رجع بشوف انه في خلافات بين اتباع سعد الحريري واتباع بهاء الحريري، كمان بشوف ما بيوقف الدولار عند حد لفترة، بصير يطلع يعني بضل يتراوح، بس اسا حيضل شوي طلوع. بشوف حالة دموية بالشارع، كمان بشوف اغتيال شخصية لبنانية حتبكي عليها كتير الناس، وحنشوف حشود كتير بالطرقات. وكمان بشوف تقبل تعازي بالمختارة، في محاولة لاغتيال جميل السيد وجبران باسيل، وكمان شايفة مشاكل بزيتوني باي وبحاولوا يغتالوا كمان رجل دين، وفي شخصية كبيرة حتكون حديث العالم والإعلام. وكمان بشوف مصيبة ببيت نبيه بري، كمان بعد ما قلنا انه وفاة نبيه بري بعد وفاته هذا امر بيد رب العالمين، بشوف اللي وقع بصرهم له الحظ الاكبر لخليفة نبيه بري. كمان بشوف نعوش بلبنان، فبتمنى كمان انه الاشياء المنيحة تصير والاشياء مش منيحة ما تصير. كمان بشوف الزلزال اللي بده يصير باسطنبول بده كتير يكون له اثر كبير على لبنان، بده يسبب اذى للبنان، حتى اذى للبلدان اللي حواليه مش بس لبنان. هقول لكم على التوقعات اللي قالتها وداد جابر وبترا بدر واتحققت. ايه الخبر اللي حصل بالظبط وكان متداول بكثرة وكان يعتبر هو الترند الاول العربي والعالمي على مستوى الاخبار العاجلة؟ قالت وداد جابر في توقعاتها ان السيد سعد الحريري مش هيشكل الحكومة في لبنان في المرحلة القادمة. بعد استقالة سعد الحريري سبق انه قلت استقالته واقصائه. كمان بترا بدر قالت توقع مهم جدا، قالت ان سعد الحريري لن يشكل الحكومة وسوف يعتذر عنها، ورئيس الحكومة القادمة لن ينجح الا اذا كانت امرأة. هقول لكم تاني توقع لانه مهم. سعد الحريري لن يشكل الحكومة وسوف يعتذر عنها، ورئيس الحكومة القادمة لن ينجح الا اذا كانت امرأة. بالنسبة للبنان كمان إذا تتذكروا قلت لكم أن سعد حريري لن يشكل الحكومة، وكان صار 10 أشهر بقول لكم لن يشكل حكومة، ما بينما الجميع قال أنه سيشكل حكومة. وبالفعل ده اللي حصل، لأنه في اللحظات الأخيرة قبل إعلان تشكيل الحكومة حط سعد الحريري رحاله، وعلى طاولة الرئيس عون وضع سعد الحريري تشكيلته الثانية، وهي نسخة معدلة عن اللي رفضها الرئيس اللبناني ميشيل عون، وأضاف ليها 6 وزراء جدد قال انهم من الاختصاصيين، وقال ان الحكومة دي هي اللي هتقدر تقوم البلد في لبنان، وهتقدر تبدأ تشتغل جديا على وقف الانهيار اللي بقالنا 9 أشهر بنحاول نشكل الحكومة، وقال ان دلوقتي وقت الحقيقة. لكن التشكيلة الوزارية دي كانت من رأي القصر الجمهوري او الرئيس ميشيل عون، بتتضمن توزيع جديد في الحقائب والطوائف، وبالتالي هتكون موضع بحث ودراسة وتشاور. وده اللي حصل، ان الرئيس ميشيل عون بلغ السيد سعد الحريري انه محتاج وقت للدراسة والبحث والتشاور،
لكن سعد الحريري وفي قرار جريء ومفاجئ اعتذر عن تشكيل الحكومة بكل صراحة أمام الرئيس ميشيل عون، وكانت مفاجأة وصدمة فعلا للبنانيين وأيضا لكل الدول العربية والدول الأجنبية، وده لأن كل الترشيحات كانت بتقول أن سعد الحريري هو رئيس الحكومة القادم وهو القادر على انتشال لبنان من أزمته وتحويلها إلى مسار جديد من التقدم والازدهار. وزي ما كلنا عارفين أن الجهود الدبلوماسية تكثفت في الأيام القليلة الماضية باتجاه الرئيس ميشيل عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق جبران باسيل، وتركت بارقة أمل بإمكانية الوصول لتسوية. كمان الجهود اللي قام بيها حزب الله مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دورويل إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، واللي أعلن تأييد الحزب للمبادرة الفرنسية، وده في محاولة لطلب المساعدة في تذليل العقبات لتأليف الحكومة. وكمان كان في زيارة لافتة للنظر للسفيرتين الأمريكية والفرنسية إلى السعودية قبل أيام بسيطة لبحث الوضع المتأزم في لبنان، واعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية نهائيا، واختتم إعلانه الاعتذار بعبارة الله يعين البلد، وده في إشارته إلى أن رئيس الجمهورية ميشيل عون ما أبداش أي رغبة في التشاور، بل رغب بتغيير جوهري للتشكيلة اللي قدمها ليه سعد الحريري قبل يوم من إعلان اعتذاره. وللأسف الوضع حاليا بقى أشبه بحلبة سباق بين الفوضى الشاملة وبين معجزة الخروج من المأزق بحكومة اختصاصيين توقف الانهيار الشامل. وعاد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وأيضا عادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود اللي كادت تختفي خلال اليومين الماضيين. ده كان في عجالة تفاصيل الخبر اللي حصل باعتذار الشيخ سعد الحريري عن تولي تشكيل الحكومة مع اعتراض الرئيس ميشيل عون تشكيلته الوزارية اللي عرضها عليه. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات الفلكية اللبنانية وداد جابر عن لبنان في المرحلة المقبلة، وأيضا تطابق توقعاتها مع توقعات الفلكية وروحانية بترا بدر اعتذار الشيخ سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. بنتمنى السلام والخير لدولة لبنان وأن يحصل كل الخير في الأيام الجاية إن شاء الله تعالى. شكرا لحسن متابعتكم، واستنونا بكرة إن شاء الله في فيديو توقعات جديد، ودمتم بكل خير وحب وسعادة.